فيلم الملحد، واحد من الافلام المنتظره. فيلم الملحد بطوله احمد حاتم واخراج مندو العدل، وطبعا من غير ما اتكلم عرفتوا مين اللي مؤلف الفيلم ده؟ ابراهيم عيسى. وهيكون من الابطال محمود حميده وحسين فهمي وطار عماد وشيرين رضا. الفيلم من المتوقع ان هو هينزل 2023، ايوه السنه دي، في اخرها بقى فولها في نصها، هو هينزل السنه دي المفروض. والفيلم ده بيتكلموا عليه بقالهم كذا سنه بس مش راضيين ينزلوه. وطبعا من اسم الفيلم القصه بتدور حوالين التطرف الديني والالحاد اللي بيدور حوالين الشباب. فهل انت متحمس للفيلم ولا لا؟ قول لنا في الكومنتات.